عادت يومي عادي قاعد بكتب في الدنيا دي ماسك قلمي بكتب همي وشوية من أحلامي فجأة عدى شريط حياتي يومياتي ذكرياتي كله عدى من قدامي خلاني أفتكر تاني أفتكر أيام زمان ما أحلاها من أيام كلها حب وحنان على فراق هنان أدمان مش قادر أوصف إحساسي تفكيري بأهلي وناسي ياه كل ده فاكره مش ناسي أيام كتير بتعدي شهور وسنين بتفوت ذكريات من هاللي بيعيش ومن هاللي بيموت أوقات كتير فرحت وأوقات كتير حزنت عشرت وشفت عرفت فهمت ومن حياتي تتعلمت دقيقة واحدة رجعتني لأجمل سنين الناس تحسستني بلحظة حنين قفلت كتاب حياتي واخترت أكتب له عنوان واخترت يكون عنوانه جزء من حياة إنسان ايام ما كنت فاضي لكن هيتنا بعد زمن طويل بقت من اجل المستحيل بدل بدني زي الجنين وبدأت بتجاطي ما بطلت من طفولتي غير احلام ذكرياتي حتى حلمي مستحيل اتحقق بعد وفاتي مرت الايام بسرعه وما بضلش اخاف عليك بعد واقف مكاني بس انا بنهايه حياتي فا ايامي هيتها بتمر وانا بقدر ارجع لا حطني اتذكر حتى ما لاقي العمر انتهى هذه ايام كنت ذهبت بعد ما اعتقد انتهى هيتك بالاخر ترجع زميل الصورات بالنسبة إلي غنوة ثمان أبيات بس أرجع فيها الذكريات خطوة عدت الأيام بقيت عايش واحد إنسان غامض مالوش أحلام في وسط غابة من الوحوش في وسط الناس ما بيرحموش كنت بقابل الأحزان بكل وش من الوشوش ها ساعتها لسه صغير كل همي إني أكبر كنت فاكر الدنيا سهلة وإن حلمي كان هيكبر لكن في مكاني فضلت أصغر من إنسان عايش لحلمه وحلمه كل شوية يصغر مش بيكبر ها حولت طريقي لسكة إنسان عايش مش محسوب لكن فضلت امشي في طريق مالوش حدود اتمنيت اني ارجع اكون صغير بعد ما كان كل تفكيري اني اكبر كنتش عارف ايه هيحصل ها حبيت ان اوضح ان في الرسالة دي حكايتي لكل اللي سمع الاغنية بحكي فيها في نهايتي لكن في مكاني حولت الامان لكل الانسان وبقول له صعبة انسى كل ذكرى مرت وانا صغير